أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب ذلك بما قدمت أيديكم ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا
قل قد جاء ما توفوا
زحام النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب لتبلغن في لتبيننه
Oh,
صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.
وأن الله عنده
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ والله خير الماكرين سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا وما لهم ألا يعذبهم الله وما لهم
وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأمر
تسرى قل لمن في
والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا لهم مغفرة ورزق كريم والذين
والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار
ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء والله سريع الحساب ظلمات بعضها فوق بعض ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير كل قد علم صلاته وتسبيحه ألم تر أن الله يسبح
السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فتصيب به من يشاء يكاد سنا برقي يذهب بالأبصار. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا لقد صدق المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين والذي
والذين معه
أشداء على الكفار رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا
ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه
صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش
موازينه فهو في عيشة راضية صدق الله.